اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 67 اللي بعنوان مالتي ستيب بروبلمز. الدرس بتاع النهارده يا اولاد درس مهم، هنستخدم فيه الحاجات اللي احنا اتعلمناها في المالتيبليكيشن والديفيجن علشان نحل الستوري بروبلمز. هنعمل ايه في الدرس بتاع النهارده؟ هيجي لي ستوري بروبلم، قصه. القصه دي المفروض نفهمها كويس جدا ونعرف ايه اللي مطلوب مننا. لما هنيجي نفهم القصة دي ونشوف المطلوب مننا ايه، هنلاقي ان المطلوب مش هنعرف نجيبه من اول خطوة. يعني المسألة عشان تتحل لازم نعمل خطوة، الخطوة دي هنطلع بها معلومة، المعلومة دي هتساعدني في ان انا اجيب الحاجة المطلوبة مني. ودايما هنسمي الخطوة اللي احنا هنعملها عشان تساعدني في ان احنا نجيب المطلوب، هنسميها الهيدن كويتشن. يبقى الهيدن كويتشن ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن سؤال احنا بنجاوب عليه والاجابة بتاعت السؤال ده بتساعدني في ان انا اجيب المطلوب النهائي بتاع المسألة. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل 1 ونفهم الستوري بروبلم كويس ونشوف مطلوب مننا ايه. بيقول لي في الاكزامبل دينا بوت 3 باكس اوف كرايونز. هنتفق مع بعضينا ان اي ستيتمنت يا اولاد نقراها لازم نفهمها كويس قوي، ما نقراش وخلاص. يعني هو بيقول لي هنا ايه؟ دينا بوت 3 باكس اوف كرايونز، يبقى انا على طول اترجم ان انا في عندي دينا ودينا اشترت 3 باكس اوف كرايونز، يعني اشترت 3 علب من الالوان. يبقى احنا كده فهمنا الحته دي، نخش بقى على الحته اللي بعديها. Each bag contains 12 crayons. معناها ايه؟ ان كل باك او كل علبه من ال 3 باكس دول فيها 12 crayons. خلاص؟ يبقى احنا فهمنا ايه لحد دلوقتي؟ دينا اشترت 3 باكس وكل باك فيه 12 كرايونز. وبعد كده بيقول لي if she gave her friend 6 crayons of them. راحت هي ادت صاحبتها 6 crayons. بيقول لي ايه بقى؟ how many crayons are left؟ اتبقى قد ايه معاها من الاقلام بعد لما ادت صاحبتها 6 crayons؟ يبقى احنا علشان نجاوب على السؤال ده في سؤال مهم جدا لازم نعرفه الاول. ايه هو السؤال ده؟ هي كان معاها اصلا قد ايه قبل ما تدي لصاحبتها ال6؟ وده اللي احنا بنسميه الهيدن كويتشن. يعني ايه هو الهيدن كويتشن في المساله دي؟ هاو ماني كرايونز شي هاف، يعني هي اصلا معاها كام كرايون. اوكي، يبقى علشان نحل المساله دي في الاول نجيب عدد الكرايونز اللي كانت موجوده معاها. هنعمل ايه؟ هنقول 3 تايمز 12 اللي هم مين؟ 3 باكس تايمز 12، كل باك فيها 12 كرايونز. اللي حافظين التيبل طبعا هيقولوا لي 3 تايمز 12 ايكوال 36 على طول. طب اللي مش حافظ، اللي مش حافظ هيضطر يعمل الديستريبيوتيف بروبرتي، ال 12 يخليها 10 بلس 2 وهيقول ان 3 تايمز 12 ايكوال 3 تايمز 10 بلس 3 تايمز 2. يبقى ال 3 تايمز 10 ايكوال 30 وال 3 تايمز 2 ايكوال 60، حطهم على بعض يطلع 36. يبقى هيضطر يعمل كل ده عشان هو بس مش حافظ التيبل. فالتيبل يا اولاد بيسهل علينا كتير. طيب بعد لما اجيب المعلومه دي هلاقي ان المساله تتحل معايا على طول، لان المساله اصبحت واضحه. دينا معاها دلوقتي 36 كرايونز وادت صاحبتها 6 كرايونز، يبقى هنعمل سبتراكشن. هنقول 36 6، كل اقلام التلوين اللي معاها نشيل منهم ايه؟ 6. يبقى كام؟ يبقى 30. يبقى الانسر بتاعت المساله the left crayons are 30 crayons. طيب هل كان في طريقة تانية نقدر نحل بيها المسألة اللي فاتت؟ طبعا في طريقة تانية، اللي هي ايه؟ ان احنا ممكن نقول ان انا معايا 3 باكس كل واحد فيه 12، يبقى هقول كلهم بكام؟ هحط ال 12 بلس ال 12 بلس ال 12 ونعمل اديشن، يديني كام؟ يديني 36. وبعد كده اعمل 36 ماينس 6 ايكوال 30. يعني الخطوة دي هتختلف معايا. طب انهي الصح؟ الصح ان انا اعمل كده ولا اعمل 3 تايمز 12؟ احنا اتعلمنا يا اولاد ان اي نمبر بعمل له اديشن مع نفسه مور ذان 1 تايم، دي اسمها ملتيبليكيشن. يعني 12 بلس 12 بلس 12، انا عندي ال 12 بتتكرر 3 تايمز، يبقى نقول على طول 3 تايمز 12. لان احنا لما خدنا الملتيبليكيشن خدناه ليه؟ احنا خدنا الملتيبليكيشن علشان بيسهل علينا بعض مسائل الاديشن، اللي هي ايه؟ اللي هي المسائل اللي فيها النمبر بيتكرر مور ذان 1 تايم. اوكي، يبقى انا المساله لما تجيلي الصح ان انا اعملها بالمالتيبليكيشن، لان المالتيبليكيشن هو الاسهل.
واحنا لو عندنا طريقتين الصح ان احنا نختار الطريقة السهلة. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل 2 نفهمه كويس. مستر سمير distributed 28 sheets of paper equally among 7 children in the first time. يعني مستر سمير وزع 28 sheets بالتساوي ما بين 7 اطفال عنده مثلا في الكلاس. In the first time في اول مرة. يعني كان معاه مجموعة اوراق ووزع هذه الاوراق. احنا اتفقنا ان كلمة distributed دي بتحسسني او بتفهمني ان في عملية division حصلت. في عملية تقسيم. هو قسم. طب كلمة distributed معناها وزع. ازاي عرفنا ان هو قسم بالتساوي؟ لان كلمة distributed لما تيجي معاها كلمة equally يبقى التوزيع تم بطريقة متساوية. ما وزعتش وخلاص. ما وزعتش وفي واحد خد اكتر من التاني. لا، وزعت بالتساوي. والتوزيع بالتساوي معناه division. اوكي؟ طيب. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي if he gave two more sheets for each child. جه بعد كده ادى كل واحد منهم ورقتين. السؤال اللي في المسألة بيقول لي how many sheets did each child get in all؟ كل طفل بقى معاه كام ورقة؟ طب نيجي نبص كده في المسألة ونفهمها، هنلاقي نفسنا بنقول ايه؟ طب هو اصلا كل واحد فيهم كان معاه كام ورقة؟ يبقى هو ده السؤال، هو ده الهيدن كويتشن اللي انا لازم اجاوب عليه الاول، اللي هو ايه؟ How many sheets did each child get in the first time؟ يبقى ايه الخطوة اللي هنعملها في الاول؟ هنقول 28 sheets divided 7. يديني كام؟ اللي حافظين التيبل هيقولوا 8 times 7 يديني 28، اللي هي ايه؟ اللي هي 4. وبالتالي 28 divided 7 equals 4. تمام، يبقى انا كده عرفت كل واحد معهم قد ايه. طب هو بعد كده ادى كل واحد فيهم ورقتين. خلاص الموضوع سهل، هنعمل 4 plus 2. يبقى هنا how many sheets did each child get in all، اللي هو الاجابه بتاعتنا على السؤال هنقول 4 plus 2 equals 6، وتبقى الانسر بتاعتي each child got 6 sheets in all. تعالوا نشوف الستوري بروبلم بتاعت اكزامبل 3. بيقول لي ساره هاد 29 ايجيبشن باوند. ساره معاها 29 ايجيبشن باوند. اف شي سيفد 15 ايجيبشن باوند، حوشت منهم 15 and distributed the rest equally between her two sisters، ووزعت الباقي بالتساوي ما بين اخواتها. احنا تعرفنا في الاكزامبل اللي فات ان كلمه distributed وequally بنفهم منها على طول ان احنا هنعمل division. يعني هي كان معاها 29، حوشت 15 ووزعت الباقي على اخواتها. يبقى السؤال اللي يجي في بالي دلوقتي، هي بعد ما حوشت 15 بقى معاها كام عشان توزعه على اخواتها؟ وهو ده الهيدن كويتشن. اوكي؟ طيب، يبقى اول حاجه هنعملها هنجيب the money left with Sarah after saving 15 Egyptian pound. هنشوف الفلوس اللي اتبقت معاها بعد ما حوشت الايه؟ ال 15. دي نعملها ازاي؟ دي نعملها بالسبتراكشن. يعني ال 29 minus 15. دي اول خطوه هنعملها. هنقول كده 29 minus 15. 9 minus 5 يديني 4. و 2 minus 1 يديني 1. لما بنيجي نعمل subtraction بنعمل اليونتس minus اليونتس والتنس minus التنس. ال 14 دول بقى هم اللي هيتوزعوا equally between her two sisters. نعملها ازاي؟ نقول 14 divided 2 يديني 7. ويبقى الاجابه بتاعتنا على المساله each sister will have 7 Egyptian pounds. يلا نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. بيقول لي باسم بوت 5 pencils for 3 pounds each. يعني باسم اشترى 5 اقلام رصاص كل واحد منهم ثمنه 3 pounds. يبقى انا كده فهمت حاجه كده. ايه كمان؟ and 6 pens for 4 pounds. واشترى 6 اقلام جاف كل قلم منهم ب 4 pounds. يبقى انا كده عندي حاجتين فهمتهم. اشترى حاجه في الاول واشترى حاجه بعد كده. How much money did Basim pay for all؟ يبقى ايه هي كل الفلوس اللي دفعها باسم؟ دفع قد ايه هنا وهنا؟ يبقى لازم في الاول اشوف باسم دفع قد ايه في الايه في الفايف بنسلز، وبعد كده اشوف دفع قد ايه في السكس بنز، وبعد كده نحطهم هما الاثنين على بعض.
يبقى المسألة دي محتاجة كام خطوة عشان نحلها؟ محتاجة 3 خطوات، يعني أكن فيها 2 hidden questions. يبقى أول خطوة من خطوات المسألة the price of 5 pencils is، هنقول 5 times 3 يعني 5 pencils كل واحد منهم بكام؟ ب 3 اللي هو هيدينا كام؟ هيدينا 15 pounds. الخطوة الثانية اللي هنعملها إن احنا نجيب البرايس بتاع ال 6 بنز. إزاي؟ هنقول 6 times 4 لأن الواحد منهم ب 4 يبقى 6 times 4 بكام؟ ب 24. وطبعا لازم نحفظ التيبل كويس قوي كده. يبقى احنا جبنا خطوتين محتاجينهم علشان نحل السؤال الاصلي بتاع المسألة اللي هم 8 البنسلز و 8 البنز. يبقى how much money did باسم باي فور اول، يبقى المبلغ الكلي اللي دفعه باسم هيبقى ال 15 اللي دفعهم في الاول وهنقاد عليهم ال 24 اللي دفعهم بعد كده في البنز. نعملها ازاي؟ 5 بلس 4 يديني 9 و 1 بلس 2 يديني 3. يبقى الإجابة بتاعتنا بتاعت المسألة باسم بيد 39 باوندز ان اول. طيب تعالوا مع بعضينا نشوف أول مسألة من مسائل التشيك. بيقول لي رايت أند أنسر ذا هيدن كويتشن. معنى الهيدن كويتشن يعني الخطوة اللي احنا محتاجينها قبل الخطوة النهائية بتاعت الحل. Then solve the problem. يوسف had a box containing 24 balls. كده احنا فهمنا ان يوسف معاه بوكس فيه 24 بولز. The box includes an equal number of red, green and yellow balls. يعني البوكس ده موجود فيه كور ريد وجرين ويلو كلهم قد بعض بالظبط في العدد. He gave all red balls to his friends. وراح مدي الكور اللي لونها ريد لايه؟ لاصدقائه. How many green and yellow balls are left؟ يبقى هيتبقى معاه كام كور متبقية من الجرين واليلو؟ يبقى ايه هي الهيدن كويتشنز هنا؟ يبقى لازم اعرف العدد بتاع كل واحدة من دول عشان لما نشيل منهم الريد اعرف هو متبقي مع قد ايه. يبقى مين هو الهيدن كويتشن؟ الهيدن كويتشن is 24 divided 3. ليه divided 3؟ لان انا عندي 3 انواع من البولز، عندي الريد وعندي الجرين وعندي اليلو. لما نقول 24 divided 3 colors اقدر اشوف كل color فيه كام بول. ويبقى الهيدن كويتشن بتاعنا how many balls in each color. هنعرف ازاي؟ هنقول كده 24 divided 3 يديني كام؟ 8 times 3 يديني 24 يديني 8 يبقى 8 balls. يبقى انا كده عرفت ايه؟ عرفت ان كل color من دول في عندي منهم 8 balls. يبقى لما نقول he gave all red balls to his friends يبقى هو كل الكور الحمراء اداهم لاصدقائه، يبقى هو بقى معاه قد ايه؟ انا عملت ليه الهيدن كويتشن عشان اعرف الريد بولز في منهم قد ايه. يبقى لما نيجي نحل المساله هنقول ايه؟ ذا نمبر اوف جرين اند يلو بولز اوف جرين اند يلو بولز ليفت ويز هيم is، هنقول ايه بقى؟ هنقول التوتال نمبر اوف بولز اللي هم 24 هشيل منهم ال 8 اللي هم بتوع ال 8 بتوع الريد تديني كام؟ 4 ماينس 8. ينفع نقول 4 ماينس 8؟ لا، هنبرو 1 ال 4 تبقى 14 وال 2 عندي تبقى 1. نقول كده 14 ماينس 8 يديني كام؟ نكاونت من بعد ال 8 لحد ما نوصل لل 14. عندي 9 10 11 12 13 14. لما نيجي نبص على ايدينا اللي عملنا كاونتنج ل 6 فينجرز يبقى نحط هنا ايه؟ نحط 6 وبعد كده ننزل ال 1 يبقى 16. اللي بقى معاه 16 ايه؟ 16 بولز. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضنا نشوف مسائل البراكتس. بيقول لي for the following problems يعني المسائل اللي جاية دي كلها use the price list
هنستعمل البرايس ليست دي think and answer the hidden questions and solve the problem. يعني فكر قبل ما تجاوب علشان هنعمل خطوة قبل الخطوة بتاعت الحل. أول مسألة بيقول لي ماجد ordered 3 pizza slices and 1 juice. How much money will he pay؟ لو أنا بصيت كده على طول على البرايسز وشفت السعر بتاع البيتزا والسعر بتاع الجوس، هل ممكن على طول أعرف هو دفع قد إيه؟ مش هعرف. ليه؟ لأن هو هنا بيقول لي 3 pizza slices. لو كان قال لي واحدة وواحدة كان ممكن أقول 3 plus 1 يبقى 4 وخلصت، لكن في الأول لازم أعرف الـ 3 pizza slices سعرهم كام. يبقى هي دي الخطوة اللي المفروض أعملها قبل ما أجاوب. يعني الـ hidden question is إيه؟ How much money will he pay for 3 pizza slices؟ لكن طبعا احنا مش هنكتب الـ hidden question، احنا هنحل على طول، بس تبقى انتوا عارفين ان في خطوات تحضيرية. يبقى هنقول كده the price of 3 pizza slices equals ايه بقى؟ 3 times 3. ليه 3 times 3؟ هما 3 slices والواحدة منهم ب 3. ممكن نعمل 3 plus 3 plus 3، لكن احنا اتفقنا طالما هنعمل addition لنفس النمبر more than 1 times يبقى على طول لازم اعمل multiplication. مش صح ان انا اقدر اعمل multiplication واروح اجري اعمل addition. لازم نحفظ التابلز ونستعمل multiplication. يبقى 3 times 3 يديني كام؟ يديني 9 ايه؟ Egyptian pound. تمام؟ يبقى انا كده خلاص عرفت ال 3 بيتزا سلايسز بكام، وعندي ال 1 جوس عندي بكام، يبقى اقدر على طول اعرف هاو ماتش ماني ويل هي باي. يبقى هنقول ماجد بيد 9 دول وهنقاد عليهم ال 1 ده اللي هو كام؟ 10 ايجيبشن ماون. مسألة سهلة وجميلة، نفهم الأول قبل ما نحل. طيب نيجي اللي بعد كده. بيقول لي أميرة ordered 2 hamburgers and 1 cake. How much money will she pay؟ يعني أميرة طلبت 2 hamburgers وكيكاية. لما نيجي نبص على سعر الكيكاية معروف. طب والهمبرجر معروف سعر الواحدة ولا سعر الاثنين؟ لا، معروف سعر الواحدة. يبقى احنا في الأول لازم أجيب سعر الايه؟ التو. وبعد ما نجيب البرايس بتاع التو نقاد البرايس بتاعهم على البرايس اوف 1 cake. يبقى the price of 2 hamburgers equals equals ايه بقى؟ هيبقى 2 times ال 5. ال 5 عندي منها 2. 2 times ال 5 بكام؟ ب 10 Egyptian pound. اوكي؟ وبعد كده بقت سهلة، هنقاد ال 10 plus ال 2. يبقى how much money will she pay؟ يبقى she paid ايه؟ 10 plus ال 2 which is 12 Egyptian pound. يلا اللي بعد كده. بيقولي ليلى ordered 3 juice and 3 cakes. How much money will she pay؟ دفعت قد ايه؟ انا عندي في البرايس ليست عندي البرايس بتاع 1 juice and 1 cake. يبقى لازم الاول اجيب البرايس بتاع ال 3 جوس والبرايس بتاع ال 3 كيكس ونقاد الاثنين على بعض. يبقى هنعمل خطوتين في الاول قبل ما نجيب الحل. يبقى اول خطوه ذا برايس اوف 3 جوس هي ايكوالز ايه؟ 3 تايمز. تايمز ايه بقى؟ نطلع نشوف البرايس بتاع الجوس بكام. ب 1 3 times 1 equal كام؟ equal 3 Egyptian pound. وبعد كده اجيب ال price of 3 cakes. يبقى the price of 3 cakes equals ايه؟ هيبقى 3 times الكيك بكام؟ ب 2. يبقى 3 times 2 اللي هي كام؟ 6 Egyptian pound. دلوقتي نقدر نجاوب على السؤال اللي هو how much money will she pay؟ هي هتدفع قد ايه؟ يبقى she will pay 3 plus 6
اللي هي كام؟ 9 ايجيبشن باوند. يبقى المسألة دي يا أولاد لو كان جات لي في الأول وقال لي كده the price of 3 juice is 3 and the price of 3 cakes is 6 how much money will she pay؟ كنا على طول هنعمل الخطوة دي بسرعة. لكن أنا عندي المسألة لما جات لي بالمنظر ده لازم أعمل خطوات، الخطوات دي بحضر بيها إن أنا إيه أكتب الحل النهائي. طيب يلا نشوف المسألة اللي بعد كده. بيقول لنا حسام بوت 3 هامبرجرز اند بيد 20 باوندز هاو ماتش تشينج ويل هي جيت باك. يعني حسام اشترى 3 هامبرجرز رايح بقى يدفع ثمنهم، دفع كام؟ دفع 20، هم سعرهم اقل من ال 20 ففي باقي هيرجع له، الباقي اللي هيرجع له قد ايه؟ يبقى احنا كده لما نيجي نفكر لازم نعرف هم اصلا سعرهم بكام. يبقى ايه الخطوه اللي هنعملها الاول؟ هنجيب البرايس اوف 3 هامبرجرز. يبقى ذا برايس اوف 3 هامبرجرز ايكوالز الواحده ب 5 يبقى 3 تايمز ال 5 هنكرر ال 5 ثلاث مرات. 3 تايمز ال 5 بكام؟ ب 15 يبقى 15 باوندز. بعد ما جبنا الخطوه دي سهل جدا احل المساله. يبقى هي ويل جيت باك 20 نشيل منهم البرايس بتاع الهامبرجرز ايكوالز كام؟ 20 ماينس ال 15 ايكوال 5 باوندز. زي ما انتم شايفين يا اولاد كل المسائل بتعتمد ان انا لازم افهم المساله بتتكلم عن ايه. لو احنا فهمنا المسألة بتتكلم عن ايه لوحدينا كده هنفكر ايه المطلوب مننا وهتبقى المسألة سهلة. المسألة اللي بعد كده بيقول لي هشام had 4 bags of marbles each bag contained 9 marbles كل شنطة فيها 9 marbles he also had 18 marbles that were not in a bag ومعاه برضو 18 marbles لوحديهم مش موجودين في شنطة. How many marbles did Hisham have in all؟ يبقى هو معاه كله قد ايه؟ هل ينفع انا اول ما ابص على المساله على طول كده اعرف الماربلز اللي معاه قد ايه؟ ولا لازم اعمل الاول خطوه اعرف الفور باجز كلهم فيهم قد ايه؟ الاول لازم اطلع اللي في الفور باجز وبعد كده نضيفهم على الماربلز اللي مش موجودين في اني باج. اوكي؟ يبقى هم دول كل الماربلز اللي معاه. يبقى ايه هي اول خطوه هنعملها؟ The marbles in four bags equal. Equal ايه بقى؟ four times nine. لأن كل واحدة فيها nine وال nine هتتكرر four times يبقى four times nine. اللي حافظين التيبل أقول يا مستر four times nine equal 36 اللهم برافو عليكم. يبقى هنا 36 ماربلز. بعد ما عرفنا الماربلز اللي في الفور باجز لما نضيف عليهم ال 18 هنقدر نعرف هو معاه كام ماربلز ان اول. يبقى هشام هاف 36 بلس ال 18 ايكوالز 6 بلس 8 هنكاونت من بعد ال 8 6 هنوصل لحد ال 14 يبقى 4 وهنكاري اب 1 1 بلس 3 از 4 بلس 1 يديني 5 يبقى 54 ايه؟ 54 ماربلز. يلا اللي بعديها. يسرى هاد 17 meters of clothes she made 3 dresses of same size and 8 meters of clothes were left how many meters of clothes did each dress take؟ نحاول نفهمها. يلا يسرى معاها 17 مترز من الكلوز وعملت 3 فساتين واتبقى معاها بعد كده 8 مترز يبقى كل فستان خد قد ايه من الكلوز؟ يبقى انا في الاول لازم اعرف هما ال 3 دريسز خدوا قد ايه من الايه من المترز من الكلوز. يبقى هنعمل ايه؟ هنقول 17 نشيل منهم ال 8 يطلع معانا المترز اللي هي استعملتهم في ال 3 دريسز. يبقى اول حاجه هنقول ايه؟ هنقول the meters used for making three dresses is the meters
used for making three dresses equals ايه؟ ال 17 نشيل منهم الايه؟ ال 8. نقص ال 8 من ال 17 هيديني كام؟ يديني 9. 9 ايه؟ 9 meters. يبقى هي استعملت 9 meters ل 3 dresses. طيب احنا عايزين نشوف بقى كل واحد منهم خد قد ايه؟ يبقى هنقسم ال 9 meters على 3 dresses، يعني هنعمل division. يبقى هنقول each dress has ايه بقى؟ 9 divided ال 3 which is 3 meters. يبقى هي استعملت لكل دريس 3 meters من الكلوز. طيب يلا اللي بعد كده. بيقول لي ادم سيفد 20 باونس بير ويك فور 4 ويكس. يعني ادم بيحوش 20 باوند كل اسبوع، وهو حوش كم اسبوع؟ 4 اسابيع 4 ويكس. In the fifth week he only saved 10. في الاسبوع الخامس هو حوش بس كام؟ 10. How much money did Adam save in 5 weeks؟ يبقى هو حوش في ال 5 weeks قد ايه؟ يبقى انا في الاول لازم اعرف هو حوش قد ايه في ال 4 weeks، وبعد كده نضيف المبلغ ده على المبلغ اللي هو حوشه في ال 5 week. يبقى هنقول the money saved in 4 weeks equal equals ايه بقى؟ 4 times 20، لان ال 20 دي اتكررت 4 times. تديني كام 4 times 20؟ احنا قلنا لما بنيجي نعمل multiplication وفي حاجه فيها زيرو بنحط الزيرو على الموست رايت. يبقى عندي ايه؟ 4 times 2. 4 times 2 بايه؟ ب 8. يبقى هو حوش قد ايه؟ 80 pounds. كده المساله بقت سهله، انا عرفت هو حوش قد ايه في 4 weeks، وعندي في الفيفث ويك هو حوش 10. يبقى how much money did Adam save in 5 weeks؟ يبقى هنقول Adam saved 5 weeks saved ايه بقى؟ 80 بلس مين؟ بلس 10. تدينا كام؟ 0 بلس 0 يديني 0، 8 بلس 1 يديني ايه؟ يديني 9. يبقى 90 pounds. المسألة اللي بعد كده بيقول لي أمين buys 15 seeds، يعني أمين اشترى 15 بذرة. He needs to distribute them in 7 pots to plant 4 seeds in each pot. يعني هو عايز يوزع ال 15 دول في 7 pots، يعني 7 من الايه؟ من الحاجات اللي بنزرع فيها دي، وكل واحدة من دول هيحط فيها 4. السؤال بتاعنا بقى how many more seeds أمين will need؟ هل امين محتاج بذور اكتر من ال 15؟ طب هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يحط في كل واحده من دول يحط 4، وهو عنده كام واحده من دول؟ عنده 7. يبقى في الاول لازم نعرف هو محتاج قد ايه. يبقى هنقول امين needs needs ايه بقى؟ هو عايز يحط 4 بذور في كل واحده، يعني الفور دي هتتكرر 7 تايمز، يعني هنقول ايه؟ 7 تايمز الفور. 7 تايمز الفور تدينا كام؟ تدينا 28 ايه بقى؟ سيدز. يبقى هو عشان يعمل كده محتاج 28 سيدز. طب هو اشترى قد ايه؟ هو اشترى 15، يبقى هو محتاج اكتر، يبقى لازم يروح يشتري تاني. هيشتري بقى تاني قد ايه؟ يبقى هي ويل نيد 28، نشيل منهم اللي هو اشتراهم ماينس ال 15 ايكوالز ايه؟ 8 ماينس 5 يديني 3، و2 ماينس 1 يديني 1، يبقى 13 سيدز. يبقى هو محتاج 13 سيدز مور، يبقى هي ويل نيد، سو هي ويل نيد تو باي 13 seeds more.
لازم يروح يشتري تاني 13 سيدز. طيب يلا نشوف اللي بعد كده. Each day for a week سلمى eats 7 crackers for a snake. يعني كل يوم من ايام الاسبوع سلمى بتاكل 7 crackers، الحاجات اللي هي مقرمشه، تمام؟ ده في الاسبوع الواحد. The next week الاسبوع اللي بعد كده she ate 60 crackers. الاسبوع اللي بعد كده هي كلت 60 crackers. طب احنا اول اسبوع كان بيحصل ايه؟ كان كل يوم بتاكل 7. هنا بيقول لي how many more crackers did سلمى eat in the next week than the first week. يعني بيسالني هي كلت في الاسبوع ده اكتر من الاسبوع الاولاني بقد ايه. لما نيجي نبص في المساله احنا مش شايفين هي كلت قد ايه في الاسبوع الاولاني، احنا شايفين بس في الاسبوع الثاني 60 كراكرز. يبقى احنا لازم نجيب اللي هي كلته في الفيرست ويك. يبقى هنقول ذا كراكرز سلمى ايت ان ذا فيرست ويك ايكوال. equals ايه بقى؟ هي كانت بتاكل كل يوم 7 كراكرز. طيب الاسبوع فيه كام يوم؟ فيه 7، يبقى 7 تايمز ال 7 يبقى 48 كراكرز. يبقى انا عرفت دلوقتي هي كلت قد ايه في الاسبوع الاول، وانا عندي الاسبوع الثاني كلت فيه قد ايه. يبقى انا ممكن اجيب الديفرنس بين الايه التو ويكس دول. يبقى هنقول وات سلمى ايت مور ان ذا نيكست ويك ايكوال. equals ايه بقى؟ ال 60 هنشيل منهم الايه؟ ال 49. equals ايه؟ 0 minus 9 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 6 تبقى 5 وال 0 تبقى 10. 10 minus 9 يديني 1 و 5 minus 4 يديني 1، يبقى 11 crackers. يلا اللي بعد كده. مستر ياسين had 52 pieces of fruit. He took 4 pieces for him. خد لنفسه 4 pieces and distributed the rest equally among 8 children. ووزع الباقي على 8 children. السؤال بتاعنا how many pieces of fruit does each child get؟ كل واحد من الأطفال دي خد قد إيه؟ طبعا أنا ما ينفعش أديستريبيوت 52 لأن هو كان واخد منهم 4. يبقى أنا الأول لازم أعرف بعد ما خد الـ 4 اتبقى كام؟ واللي اتبقى ده هو اللي اتوزع. يبقى هنكتب the rest equals equals ايه بقى؟ ال 52 ناخد منها ال 4. 2 minus ال 4 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 5 تبقى 4 وال 2 تبقى 12. 12 minus 4 يديني كام؟ هنحط ال 4 in our mind ون count till 12، هنلاقي نفسنا بنعد 8. يبقى 12 minus 4 يديني 8 والفور تنزل، يبقى 48 بيسز. تمام؟ ال 48 دول بقى هم دول اللي توزعوا equally among 8 children. طيب لما يقول لي distributed equally يبقى بنعمل ايه؟ بنعمل division. يبقى each child gets ايه بقى؟ اخد دول كده نقسمهم على ال 8 children equals كام؟ يلا 48 divided 8 equals كام؟ 8 times 8 يديني 48. تمام، 8 times 6 بنحط هنا ايه؟ 6 pieces. يبقى كل child هياخد 6 pieces. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي read the story problems and the student solutions. Figure out what the student did wrong and then correctly solve the problem. يعني عايزين نقرا الستوري بروبلم ونكتشف ايه الخطأ اللي عمله الستودنت في حل هذه المسائل. أول واحدة اكزامبل معمول لينا. يلا نفهم الاكزامبل. أمينة's family went on a 3 days road trip. يعني أمينة هي والعيلة بتاعتها راحوا يعملوا رحلة، الرحلة دي مدتها 3 أيام. On the first day في اليوم الأول they drove 240 kilometers. يعني هم كانوا ماشيين بالعربية وساقوا 240 kilometers.
On the second day, they drove 123 kilometers with the distance اللي مشيوها second day. طيب on the third day, they drove 215 kilometers. يبقى كل يوم هم بيسوقوا شوية. طيب last year, السنة اللي فاتت بقى, on the road trip, لما عملوا زي الرحلة دي, they drove a total of 428 kilometers. يعني السنة اللي فاتت لما عملوا نفس الرحلة دي ساقوا 428. يعني الرحلة بتاعت السنة دي هم ساقوا فيها 240, 123 و215, وبتاعت السنة اللي فاتت في الثلاث أيام كلهم ساقوا 428 kilometers. طيب السؤال بتاعنا, how many more kilometers did they drive on this trip؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه هي الكيلومترز الزيادة اللي عملوها السنة دي عن السنة اللي فاتت؟ يلا نشوف هي فكرت ازاي عشان تحل المسألة دي. هي قالت أمينس فاميلي دروف, هم ساقوا الثلاث ايام كل يوم المسافة دي, فانا هقاد زوز نمبرز توجيزر, فانا هحطهم على بعض, وده تفكير سليم. هي فكرت صح, لما هتحطهم كلهم على بعض هتطلع هم ساقوا قد ايه. جميل قوي. وبعد كده هتعمل ايه بقى؟ and then added to the 428 kilometers they drove on the last 3 days road trip. طبعا الكلام ده غلط, ده هي عايزة تروح تحط التوتال على الكيلومترز اللي ساقوها السنة اللي فاتت. وبعد كده قالت يبقى هم ساقوا 1006 kilometers in all. اذا كان احنا بنقول how many more, يعني عايزين الديفرنس, يعني لازم نعمل subtraction. يبقى ايه الغلطة؟ الغلطة اللي هي عملت addition, لكن الصح كان لازم تعمل subtraction. يبقى the wrong step is adding the total to 428. يلا نشوف الحل المظبوط. اول حاجة هنعمل addition للثري distance دول, يبقى أمينس family drove, يبقى هم ساقوا 578 kilometers for the 3 days. وبعد كده هنقول ايه؟ هنقول ال distance اللي طلعت دي هنشيل منها الديستنس اللي هم سقوها السنة اللي فاتت, هيطلع 150 كيلومتر. يبقى هي دي الكيلومترز المور اللي عملوها السنة دي عن السنة اللي فاتت. اوكي اكزامبلز حلوة عايزين نفهم قبل ما نحل. طيب يلا نشوف البروبلم دي. رامي هاد 5 باجز اوف كاندي. رامي معاه 5 تكياس حاطط فيهم حلويات. Each bag contained 6 pieces of candy. كل شنطة فيها 6 pieces. He also had 13 pieces of candy that were not in a bag. ومعاه 13 مثلا في ايده مش في شنطة. طيب السؤال, how much candies did Rami have in all؟ يبقى هو معاه كله قد ايه؟ تعالوا نشوف الولد ده فكر ازاي. قال رامي معاه 17 pieces of candy in all. قال انا حسبت لقيت ان هو معاه كلهم 17. طب جاب ازاي ال 17 دول؟ قال I figured out what he had in the bags. أنا اكتشفت وطلعت اللي معاه في الباجز كلهم, يعني عارف اللي معاه في الباجز. وبعد كده I took away what he had that was not in the bag. وبعد كده أنا شلت من اللي أنا قلت إن هما في الباجز, شلت منهم 13. هل ده ينفع؟ ده أنا بقول how much candies did Rami have in all, يعني هو معاه كله قد إيه. يقوم هو شايل العدد ده من الباجز. طبعا الكلام ده غلط. امال لازم نعمل ايه؟ لازم نفيجر اوت وات از ان ذا باجز, وبعد كده نضيف عليهم ال 13. يبقى ايه هو الغلط اللي عمله؟ يبقى ذا رونج ستيب از سبتراكتنج thirteen from what is in the bags. طيب ايه الحل المظبوط؟ نقول كده the pieces in five bags equals ايه؟ كل باج فيها 6, يبقى ال 6 دي هتتكرر 5 تايمز, يبقى 5 تايمز ال 6 which is 30 pieces of candy. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنضيف عليهم ال 13.
يبقى what Rami have in all هي equals ايه؟ ال 30 دول هنضيف عليهم ال 30 اللي مش موجودين في الباج equals ايه؟ 0 plus 3 يديني 3 و 3 plus 1 يديني 4 يبقى 43 pieces of candy. المسألة اللي بعد كده بتقول لي Mrs. Suzanne baked 54 chocolate chip cookies يعني هي خبزت أو عملت 54 chocolate chip cookies. She divided the cookies equally into 6 containers. وبعد كده راحت مقسمة الكوكيز دي على مثلا 6 صواني. Okay? Then she baked more cookies so that she could put 6 more cookies in each container. يعني ايه؟ يعني عملت حبة كمان. الحبة اللي عملتهم كمان دي هتحط في كل صينية 6 more. How many cookies are in each container؟ يبقى كل كونتينر فيه قد ايه؟ طيب تعالوا نشوف البنت الأمورة فكرت ازاي. قالت ايه بقى؟ There are 10 cookies in each container. انا عندي 10 cookies in each container. جابتهم ازاي؟ قالت 9 cookies from the first batch she made. ال 9 cookies دول جم ازاي؟ هما كلهم 54 قسمناهم equally among 6 containers. يبقى كل كونتينر فيه ايه؟ 54 divided 6 يديني كام؟ يديني 9. طب وبعد كده عملت ايه؟ And one cookie from the second batch she made. بصوا بقى عملت ايه؟ قالت ان انا عندي 6 more. ال 6 more دول هاخد كل واحده هضيفها في ايه؟ في كونتينر او صينيه. لكن مش هو ده اللي مكتوب، اللي مكتوب شي بيجد مور كوكيز. هي عملت حبه تاني وقدرت تحط 6 more in each container. كل واحده هنحط فيها 6 not 1. يبقى ايه هي الرونج ستيب؟ الرونج ستيب ان هي شي ادد 1 شوكليت شيب انستيد اوف 6 شوكليت شيبس. يعني هي ضافت واحده بس وكان المفروض تضيف ال 6. يبقى ذا رونج ستيب از ذات شي ادد 1 chip instead of 6 chips. يعني هي ضافت واحده وكان المفروض تضيف الايه؟ تضيف 6. طيب ايه الحل المظبوط؟ هنقول كده the number of chocolate chip cookies in each container from the first batch is the number of chocolate in each container from the first batch is يعني عدد الشوكليتس من أول مرة هي خبزت فيها هيبقى كام؟ هيبقى 54 divided كام؟ divided 6 which is a 9 chips. بعد كده هي خبزت حبة كمان وفي كل كونتينر حطت كام؟ حطت 6. يبقى how many cookies are in each container؟ يبقى each container has 9 من أول مرة بلس ال 6 من تاني مرة اللي هم كام؟ اللي هم 15 شوكليت تشيب كوكيز. يلا اللي بعديها بيقول لي أسامة earned money for completing extra chores. يعني بيعمل كده حاجات في البيت وبيكسب منها ايه؟ بيكسب منها فلوس. He earned 10 Egyptian pound per hour cleaning the bedrooms. وبياخد 10 باوند بير اور كل ساعة لما بيعمل فيها كليننج للبيدرومز بياخد 10 باوند. He worked for 4 hours اشتغل 4 ساعات. He also earned an extra 24 pounds for vacuuming the entire house.
وبرضه خد 24 باونس لما نظف الايه البيت بالمكنسه. طيب السؤال بتاعنا بيقول ايه؟ هاو ماتش ماني ديد اسامه ايرن؟ هو كده خد قد ايه؟ طبعا سهله، احنا عندنا بياخد في الساعه 10 وهو اشتغل 4 اورز، يبقى هنقول 10 تايمز 4 وبعد كده نضيف عليهم 25. البنت دي فكرت ازاي؟ قالت اسامه ايرن 35، هي حسبتهم 35 ازاي؟ قالت هي ايرن 10 كليننج البيدرومز اند ذن 25 فور فاكيومينج. يعني هي حسبت بس ساعه واحده، ما حسبتلوش الفور اورز. يبقى ايه هي الغلطه اللي عملتها؟ شي ادد جاست 10 نوت 40. يبقى ذا رونج ستيب از that she added 10 not 40. يلا نحل المسألة. الأول لازم نحسب هو خد قد إيه in 4 hours. يبقى the money earned in 4 hours equals 10 times 4، يعني 10 اتكررت 4 times، تديني كام؟ 40 Egyptian pound. وبعد كده نضيف عليهم ال 25، يبقى the total money earned equals ايه؟ ال 40، هنضيف عليها ال 25، 0 plus 5 يديني 5. 4 بلس 2 يديني 6. Egyptian pound. تعالوا مع بعضنا نشوف مجموعة الاكسرسايز دي. Read and solve each problem. Show your work. بيقول لي a farm has 350 animals. مزرعة فيها 350 animals. There are 195 cows. The rest of animals are cheap. عندي مجموعة من الكاوز والباقي cheap. How many more cows are there than sheep؟ ناخد بالنا بقى بيقول لي ايه؟ How many more؟ الكاوز اكتر من الشيب بقد ايه؟ يبقى انا لازم في الاول اجيب النمبرز اوف شيب. اجيبهم ازاي؟ التوتال اشيل منه النمبر اوف كاوز يطلع لي النمبر اوف شيب. طب وبعد ما اجيب النمبر اوف شيب اعمل ايه؟ اعمل ليهم هما الاثنين سبتراكشن، اعرف الايه النمبر اوف كاوز مور. يبقى هنقول the number of sheep is equals ايه بقى؟ 350 minus 195 equals 0 minus 5 ما ينفعش، هنبر 1 من ال 5 ده يبقى 10 وده كده يبقى ايه؟ يبقى 4. 10 minus 5 يديني 5. 4 minus 9 ما ينفعش، ال 4 less than 9 هنعمل ايه؟ هنبر 1 من ال 3 تبقى 2 وال 4 تبقى 14. يلا 14 minus 9 هنكاونت بعد ال 9 لحد ما نوصل لل 14، هنلاقي نفسنا بنكاونت 5. وبعد كده 2 minus 1 يديني 1. يبقى 155 sheep. اوكي؟ يبقى انا عندي بقى دلوقتي العدد بتاع الكاوز والعدد بتاع الشيبس. يبقى نقدر نجيب الكاوز اكتر بقد ايه؟ يبقى هنقول the number of more cows equals الكاوز اكتر بقد ايه؟ الكاوز عندي 155 والشيبز عندي 155، نعمل لهم هما الاثنين ماينس. 5 ماينس ال 5 يديني 0، 9 ماينس ال 5 يديني 4، و 1 ماينس 1 يديني 0. ال 40 دول عباره عن ايه؟ 40 كاوز. يبقى الكاوز اكتر من الشيب بايه؟ ب 40. يلا اللي بعد كده. There are 30 young puppies and 26 adult puppies. يعني أنا عندي 30 من الكلاب الصغنونة وعندي كلاب أكبر منها شوية. The puppies are placed equally into 7 areas. البابيز دي هنحطها بالتساوي in 7 areas. السؤال بتاعنا how many puppies are in each area. يبقى كل area من ال 7 areas دي هيكون فيها puppies قد إيه؟ يبقى أنا الأول لازم أعرف التوتال puppies، كل الكلاب اللي عندي الصغيرة قد إيه؟
يبقى the total bubbles equals equals ايه؟ هيبقى 30 بلس ال 26 which is 0 بلس ال 6 يديني ال 6 و 3 بلس 2 يديني ايه؟ يديني 5 bubbles. بعد ما جبتهم كلهم نقدر بقى نقسمهم equally among the 7 areas. كلمة أقسمهم equally يعني division. يبقى هنقول كده the bubbles in each area equals هيبقى ال 56 divided ال ايه؟ divided ال 7. A times 7 يديني 56 7 times 8 يبقى ال 56 divided 7 يديني 8 ايه بقى 8 bubbles. نيجي نشوف المسألة اللي بعد كده بيقول لي write and solve a multi step problem in the box and solve it. عايزين نكتب مع نفسنا كده مسألة وبعد كده نحلها. ممكن نعمل ايه اسهل حاجة خدناها النهارده في الليسون اللي هي البرايس ليست. يعني هنعمل كده برايس ليست وهنعمل كده الكيك نقول تو الاي ايجيبشن باوند وهنعمل الجوس مثلا 3 ايجيبشن باوند. طيب ايه البروبلم اللي احنا هنقولها؟ هنقول كده مثلا احمد اوردرد يعني احمد طلب 5 كيكس اند 2 جوس. يعني احمد طلب 5 كيكس اند 2 جوس. هاو ماتش ماني ويل هي باي؟ يبقى السؤال بتاعنا هاو ماتش ماني ويل هي باي؟ يبقى هيدفع قد ايه؟ يبقى الاول لازم احسب البرايس بتاع الكيكس وبعد كده نحسب البرايس بتاع الجوس وبعد كده نحط الاثنين على بعض. يبقى the price of 5 cakes is هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ كل واحدة من الكيكس ثمنها 2 يعني ال 2 هتتكرر 5 تايمز يعني 5 تايمز 2 اللي هو ايه؟ اللي هو 10 ايجيبشن باوند. ايه كمان؟ الجوس هو جاب منه كام؟ جاب منه 2 يبقى ذا برايس اوف 2 جوس از الواحد بكام؟ ب 3 يعني 3 هتتكرر مرتين 3 بلس 3 يعني 2 تايمز 3 which is 6 ايجيبشن باوند. يبقى هو بقى هيدفع قد ايه؟ يبقى هي ويل باي هنقاد المبلغ ده على المبلغ ده يبقى 10 بلس 6 which is 16 ايجيبشن باوند. وبكده يا اولاد يبقى وصلنا لنهايه الليسون. لسون جميل وسهل اتعلمنا فيه ازاي نستعمل الاوبريشنز اللي احنا درسناها اللي هي المالتيبليكيشن والديفيجن في ان احنا نحل المالتي ستيب بروبلم. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.